عرضك للمريخ، الفريق العظيم، الفريق الكبير، زعيم الكرة السودانية، كرة غالب ومغلوب، حظ أوفر لنا السنة الجاية. نتمنى الوداد يمشي قدام. البطولة تشبه الوداد وهي معمولة في المغرب، فمبروك. احنا خسرنا من السودان، خسرنا من السودان بالتحكيم، كان له عامل كبير جدا جدا، لأن كورة ممتازة في السودان وانتهت كورة تعادل 1-1، ضربتين جزاء ظالمات. جينا هنا لعبنا كورة رغم الظروف اللي احنا عايشينها، يعني فريق المريخ عايش ظروف صعبة شوية، بلوجة المغربية صعيبة، لكن أدينا مباراة ممتازة. الوداد كان كعبه عالي، طموحه في البطولة ممكن يكون أعلى مننا، عشان كده انتصر. والله نحب الوداد، أنا صراحة من الفرق اللي أحبها الوداد. عندنا لاعب سوداني لعب فيها بالمناسبة، هو نفسه مريخي، كابتن المريخ محمد موسى، لعب في الوداد هنا قبل تقريبا 10 سنوات. فعندنا احنا السودانيين عندنا اقتران كبير جدا بالوداد، فنحب الوداد يعني. لكن طبعا المريخ هو العشق الاساسي بتاعنا وفريقنا الاول يعني. فنتمنى السنه الجايه نكون احسن، والظروف الحيطه حولنا في المريخ تكون افضل، ونعدي المرحله دي بشكل ثاني ان شاء الله. لا بقى اقول لك حاجه يعني، صراحه انا رحت مباراه النجم الصحي السنه اللي فاتت في تونس، حضرتها في الاستاد، كنت مبهور بجمهور النجم. لكن صراحه الاستاد ما مليان اليوم، لكن الجمهور يعني كان عالي عالي يعني. حتى احنا اغلبيه المباراه بنشاهد في الجمهور اكثر من المباراه يعني. فجمهور نتمنى احنا نكون زيه كده، احنا جمهورنا كبير، المريخ فريق كبير، جمهوره ممكن تلتين السودان يعني. لكن والله صراحه تشجيع الوداد حاجه تسلق الصدر، تبسط الانسان هو يتفرج. فحتى احنا طلعنا من المباراه والله ما زعلانين يعني، الحمد لله احنا طلعنا مبسوطين وعلى الحصل يعني. وربنا يوفق الوفاء الوداد، وان شاء الله البطوله من نصيبكم. وانا ده تفاؤل مني ان الوداد حيشيل البطوله ان شاء الله.